بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سوف ننجز تمارين الصفحة 51 من كتاب المرجع في الرياضيات المستوى الثالث ابتدائي. أقيس كل ضلع من أضلاع المثلث وأحسب المسافة التي قطعها الفأر. إذن سوف نقيس يعني كل ضلع من أضلاع المثلث، ثم بعد ذلك نحسب المسافة التي قطعها الفأر. هذا الضلع قياس طوله 4 سنتيمتر. هذا الضلع قياس طوله 2 سنتيمتر. هذا الضلع قياس طوله 4 سنتيمتر تقريبا و4 مليمتر. إذن 4 سنتيمتر و4 مليمتر. أكتب وأحسب المسافة. إذن نبدأ بهذا الضلع. إذن 4 سنتيمتر و4 مليمتر زائد 2 سنتيمتر زائد 4 سنتيمتر يساوي، إذا نجمع يعني الأطوال بالسنتيمتر. إذا 4 زائد 2 6 زائد 4 10، 10 سنتيمتر و4 مليمتر. أمثل المسافة التي قطعها الفأر. إذن من 0 إلى 10 و4 مليمتر. إذن 10 هنا و4 مليمتر تقريبا هنا. إذن هذه المسافة يعني 10 سنتيمتر و4 مليمتر. Je coche la bonne réponse. Le périmètre des rectangles est. أضع علامة في الجواب الصحيح. محيط المستطيل هو. إذن بالنسبة لهذا المستطيل طوله 3 سنتيمتر وعرضه 2 سنتيمتر. 2 زائد 3 يساوي 5 خطأ. 2 في 3 يساوي 6 سنتيمتر خطأ. 2 زائد 3 في 2 يساوي 10 سنتيمتر. نعم صحيح. لأن يعني 2 العرض زائد طول 3 مضروب في 2 يساوي 10. إذن هذا هو الجواب الصحيح. إذن donc le périmètre des rectangles est 10 سنتيمتر. Je coche la bonne réponse. Le périmètre des carrés est. أضع علامة في الجواب الصحيح. محيط المربع هو. إذن المربع ضلعه يساوي 2 سنتيمتر، ونحن نعلم أن جميع أضلاع المربع متقيسة. 2 زائد 2 يساوي 4 خطأ. 2 في 4 يساوي 8 سنتيمتر. نعم صحيح. هذا هو الجواب الصحيح. دائما الضلع في 4. Le périmètre des carrés est 8 cm. احسب محيط المستطيل التالي. الطول 10 سنتيمتر، العرض 4 سنتيمتر. محيط المستطيل هو 10 زائد 4 في 2 يساوي. إذن 10 زائد 4
يساوي 14، 14 في 2 يساوي 28 سنتيمتر. احسب محيط المثلث التالي، هذا الضلع يساوي 4 سنتيمتر، وهذا الضلع يساوي 3 سنتيمتر، وهذا الضلع يساوي 5 سنتيمتر. محيط المثلث هو 4 زائد 3 زائد 5 يساوي، إذن 4 زائد 3 7، 7 زائد 5 12، إذن محيط المثلث هو 12 سنتيمتر. إذا أردت حساب محيط مربع هل يجب علي قياس جميع أضلاعه؟ لا. لماذا؟ لأن لدينا قياس ضلع واحد سوف نضربه في 4 يعني لنعرف المحيط، إذا لا يجب علي قياس جميع أضلاعي. لا. لماذا؟ لأن المربع أضلاعه متقايسة. أحسب محيط هذا المربع بطريقة مختصرة، يعني الضلع في 4، هذه الطريقة المختصرة، 2 في 4 يساوي 8 سنتيمتر. إذا أردت حساب محيط مستطيل هل يجب علي قياس جميع أضلاعه؟ هنا لدينا الطول والعرض. لا. لماذا؟ بالنسبة للمستطيل كل ضلعين متقابلين متقيسين، يعني هذا الضلع متقابل مع هذا الضلع ومتقيس معه، يعني هذا الضلع يساوي 12 سنتيمتر، كذلك هذا الضلع متقابل مع هذا الضلع، هذا الضلع يساوي 4 سنتيمتر، كذلك هذا الضلع يساوي 4 سنتيمتر. إذا هنا 12 سنتيمتر، هنا 4 سنتيمتر. كذلك بالنسبة للمربع 2 سنتيمتر، 2 سنتيمتر، 2 سنتيمتر. إذا لماذا؟ لأن كل ضلعين متقابلين متقايسين. أحسب محيط هذا المستطيل بطريقة مختصرة، إذن الطول زائد العرض في 2، 12 زائد 4 في 2، 12 زائد 4 16، 16 في 2 يساوي 32 سنتيمتر. أتمم ملء الجدول، إذا هذا الجدول قياس الضلع، قياس المحيط، مربع الأول، مربع الثاني، مربع الثالث. إذا المربع الأول قياس الضلع 4، كم هو قياس المحيط؟ دائما الضلع في 4، إذا 4 في 4 يساوي 16. المربع الثاني ضلعه قياس ضلعه 5، إذا قياس المحيط نضرب 5 في 4 يساوي 20. المربع الثالث 10، يعني قياس ضلعه 10، نضرب 10 في 4 يساوي 40. وتميم ملء الفراغ، المستطيل الأول، المستطيل الثاني، المستطيل الثالث، قياس طول، قياس العرض، قياس المحيط. إذا المستطيل قياس طوله 4، قياس العرض 3، ما هو قياس المحيط؟ إذا 4 زائد 3 في 2، 4 زائد 3 7، 7 في 2 14. قياس طول 5، قياس العرض 3، 5 زائد 3 8، 8 في 2 16. قياس طول 10، قياس العرض 5، إذا 10 زائد 5 15، 15 في 2 يساوي 30. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.